تدفم ويحلى الكلام ويحلى الكلام. Bonsoir, c'est Semi Latili, Monsieur le Président du Club Hammam Sous, Maraki Men Kadri Hassani de l'équipe Radio Stade, Qism Riyad Stade Sport. Habine Nkounou, Lyoum Hadrin, Firtitem, ce tournoi finale doublée et aussi demain, finale single. Mais la Al-Betaksar Malhafina et les terrains Mouchmo Ahlin, les labs, vu le mauvais temps. Obima Ani, ancienne joueuse de tennis au Club Zahra et fan de ce jeu classe. De plus, Ngira Al-Akitar Kourt El-Madrib sans doute. نحبوا باش ناس يكون فما جانب كبير في المادة الإعلامية الرياضية لإذاعة راديو ستاد ومساحة كبيرة لهذه الرياضة الأنيقة اللي كانت وما زالت تخص فئة معينة من المجتمع مي دو نو جور ماذا بينا نهتموا بها أكثر وتكون على شلي رياضة شعبية نوعا ما سورتو كو عندنا أسماء تونسية عالمية في هذا القطاع كم سليمة صفر أنس جابر اللي تحصلت على لقب أحسن رياضية تونسية عام 2013 et c'est amplement mérité pour cette grande tennis ومن aussi عندنا ملك الجزيري وهذوما ديجا مفخره كبيره لكره المغرب في بلادنا ان شاء الله القائمه تكون اطول وتتواصل في السنوات القادمه مع نو جون تنسمان اللي طالعين توا وعندهم مغرم كبير بالتنس على كل انا نتمنى ياخذ هذا القطاع حظه اعلاميا فرانشمان وتوا سيدي الكريم جو فو باس لو ميكرو باش تعطينا فكره على لو كلوب دو حمام سوس اي سو تورنوا ميرسي دافانس مرحبا بك اختي ايمان ومرحبا بالإكيب اللي معاك نتنس حمام سوسة تكون في 1988 بادرة من جين شامبر إيكونوميك تاع حمام سوسة وعامنا احتفلنا ب 25 سنة داولوا عليه ما يقارب 6 رؤساء أني هذه دوزيام مندام تاعي في النادي دونك النادي عندنا ما يقارب 500 صغير يدربوا توا في النادي بما فيهم ليكيب كومبيتيتيف والكيب الوزير بالطبيعة دونك النادي خرج برشا من لعبية معناتها نجمو نحكيو على أونس جابر نحكيو على هادي النوري يا منال جابري فردوس بحري يا فهمية آمنة فهمية يوسف عمارة برشا وليدات نجمو نقولو النادي تنس بحمام سوسة مدرسة كبيرة بالنسبة للكرة الصفراء ينظم نادي تنس بحمام سوسة العديد من التظاهرات طيلة عنتها لمدة تكوينه خاصة الدورات الوطنية والدورات الدولية بالنسبة للدورات الوطنية قمنا في آخر ديسمبر بتنظيم دورة وطنية فاق فيها عدد مشاركين 800 مشارك وهو ريكور معناتها تحدثت به جل وسائل الإعلام والحمد لله نجحنا في التظاهرة هذه في التنظيم وتعدينا بعد للتحضير للدورة الدولية بتاعنا الدورة الدولية الاي تي اف جونيور جرادو للتنس بحمام سوسة اللي بدينا التحضير لها في ديبي جانفي كنا كان يترأسنا نقول احنا رئيس قسمنا روحنا سو كوميسيون واللي كوميسيون هذوما كان يترأسهم السيد عتاب ماني اللي هو مون بريزيدون اي مونبر فيديرال Les commissions qui nous ont commission de sponsoring, commission de logistique, commission de logistique et commission de l'hébergement pour les joueurs et restauration. بدات التورنوا نتاعنا نجمو نقولوا لو 25 جانفي في السايننغ نتاع تابلو كاليف قمنا باستقبال الملاعبيه هذوما افيك دي فولكلور تونيزيان اي دي ديسكور افيك دي باتيسري تونيزيان فرحنا بهم معناتها خاطر اول مره الملاعبيه هذوما يكونوا متواجدين في حمام سوسه ماهمش نيمبورت كي سو سون دي جوار كي سون كلاسي لي 150 برومي دون لو موند دونك لو 25 قمنا بالساينينغ لو 26 بدينا نلعبوا معناتها الكومبيتيسيون تاعنا في الدوره هذه كان في التابلو كاليف متواجد عندنا 13 تونسي 12 تونسيه معناتها نحكي على ملاعبيه تعادلنا للتابلو فينال بور لو 27 8 اولاد و8 بنات فيهم تونسيه برك معناتها بور فو مونطري لا كاليتي لي كومبيتونس اللي موجوده في التابلو هذايا لو 27 قمنا بالساينينغ نتاع التابلو فينال كان متواجدين فيه اربعه توانسه بنات واربع اولاد ولو 28 بدينا الكومبيتيسيون تاع الادوار النهائيه دونك مالوريزمون ما فماش توانسه في الادوار المتقدمه هذه على خاطر الناس اللي هبطت تلعب معناتها جوارات صحاح جوارات زاد نحب نقول لك يمثلوا 32 بلد
مقسم معناتها موزعين على جل قارات العالم. نورمالمون اليوم نلعبوا الادوار النهائيه بالنسبه للزوجي والادوار نصف النهائيه بالنسبه للزوجي والفردي. الطقس اليوم كانت تمطر قويه في سوسه، ما خليناش نعملوا الكومبيتيسيون تاعنا. ان شاء الله نرجع غدوه كناشنا اذا كان الطقس معناتها باهي باش نعملوا لي ديمي فينال والفينالات دوبل ويقعدوا فينالات سينجل ممكن معناتها بور ديمونش ماتان. هذا بالنسبه للدوره الدوليه للاتياف جونيور الجراد 2. نادي التنس بحم سوسه هذه ثالث دوره دوليه يقوم بتنظيمها بعد دوره الفيتور 2006 اللي البريم تاعها 10000 دينار، وبعد الاتياف جونيور جراد 5 اللي هو صار في 2008. دونك هذه ثالث دوره دوليه نقوم بها، والحمد لله معناتها نجحنا في العديد التظاهرات الدوليه اللي خولنا ديما نخمموا معناتها باش ننظموا دورات ما اكبر وما احسن في الدنيا، تعود بالفائده بالطبيعه على النادي وبالفائده على الملاعبيه نتاع المنتخب الوطني. فهمتني؟ هذا بالنسبه لتقديم الدوره نتاعنا اختي ايمان. غدوه ان شاء الله ليكيب كامله مش تكون متواجده، ماهوش كان سامي العتيري نجم يحكي على الدوره هذه. كما قلت لك معناتها احنا النجاح نتاع الدوره نتاعنا هذه ساهموا فيه العديد من الاطراف. نحب نذكر معناتها الهيئه المديره كامله، معناتها نحب باش ما نحبش نجبد اسامي وننسى اسم ولا حاجه، الهيئه المديره كامله، خاصه الاخت اماني الحوار اللي قامت بعمل جبار. ونحب نشكر زاده خاصه الاخ كمال ماني اللي هو المدير الرياضي عندنا في النادي واللي هو الديركتور نتاع التورنوا. خليني نقول معناتها الديركتور نتاع التورنوا، ديركتور التورنوا هو يلزم يكون عندنا ان سول فيزافي مع الاتحاد الدولي للتنس. دونك كان سي كمال ماني هو الديريكتور نتاع التورنوا هذه، هو ينسق مع الاتحاد الدولي مع الجوارات مع لي زاكومبانياتور نتاعهم مع لي زاربيتر اللي معناتها شادين الدوره هذه. نحب نشكر شكر خاص خاطر قاعد طيله بدايه معناتها الدوره هذه قاعد يقوم بعمل جبار من الصباح لليل، مام حتى سويفي نتاع الجوارات في النزل، فهمتني؟ وهذا ماهوش بالسهل. ان شاء الله غدوه كناش نترقاو ليكيب كل كامله، ان شاء الله غدوه جينا طقس باهي. راهو فما كومبيتيسيون، فما نيفو معناتها حتى الجمهور، يعني نقول جاء جمهور تو معناتها الملاعب نتاع كرة التنس، خاطر شافوا كاليتي، شافوا معناتها جوارات محترفين قاعدين يعطيو في 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 فرجة كبيرة. دونك ان شاء الله غدوه تكونوا متواجدين بحذانا وتلقاو الهيئه المديره وتلقاو الناس كل موجودين وتاخذوا اكثر معناتها تصريحات اللاعبين وكل شيء المتوجين. ان شاء الله مرحبا بكم في نادي التنس حمام سوسه. يعيشك سي سامي، ميرسي بوكو، او بليزير. ان شاء الله غدوي كان نرجعو ناخذو اراء لي جوار ونزيدو ناخذو فكره اكبر على النادي وعلى اللعبه وعلى الفينال اون بلوس. مرحبا بارك الله في استاد افام اللي جا بحذانا ونورتونا اليوم، وان شاء الله راكم انتوما اللي مش حكيت انت في تقديم الدوره، قلت الفولغاريزاسيون تاع التنس وقلت معناتها التنس هذا علاش ما يزيدش يتالق، التنس هذا ما يتالق كان بكم انتوما بالصحافه بالاذاعه بالتلفزه بالناس هذوما باش الكره الصفراء عشاق الكره الصفراء يشوفوا ويتغرموا ومطور معناتها اون جينيراليز معناتها التنس بارتو دون لا تونيزي. فهمتني؟ مرحبا بكم. ان شاء الله سي سامي ميرسي. معروف برشا معناتها شد الجامعة التونسية للتنس لمدة طويلة وشد توا الكونفدراسيون افريكان نتاع التنس ومونتون إلي تي إلو السنة لا في 2013 ممبر إي تي إف إلي شارجي بار لا سيليكسيون دي زونترونور دون لو موند سي دار الشريف. دونك خنتعدل هنا للمحرز البوسيان سي محرز البوسيان اللي هو كان البريزيدون تاع الفيدراسيون التونسية للتنس وتوا هو البريزيدون تاع الكوميتي أولمبيك. فهمتني؟ نعاود نرجع توا المدام سلمى الموجي اللي هي البريزيدونت معناتها نتاع الاف تي تي، امير الكويت اللي هو رئيس الاتحاد العربي للتنس هذا سفير الكويت، عتاب ماني اللي هو ممبر دو كوميتي دو حمام سوس سابقا ممبر فيدرال، وهذا نومو الفيس بريزيدون تاع الفيس الجنرال نايب من عرش بون في الوزارة معناتها ستان التصويرة هذه كنت خذات في الواحد في البطولة العربية اللي نظمتها الجامعة التونسية للتنس في صيف الفارت في المنزل بالمنزل في المنزل بالطبيعة ولا في المنزل ولا
ravi d'enregistrer avec vous Sissemi, au plaisir et à très bientôt. Rabbi aïnkoum inchallah al-qadm afdal li hadha al-qita' li personnellement nhibou barcha comme d'ailleurs beaucoup des tunisiens. Inchallah nraoukoum mara okhra fi des tournois jayin w tqoulouna w nkounou ahna sabiqin kima kunna lmara hadhiya. Ila liqa. Stade FM, ou yahla l'klam. Ou yahla l'klam.